حلقتنا النهارده هو الفنان إبراهيم الشامي. سنين طويلة مرت على رحيل فنانين عظماء ملوا الدنيا بفنهم، وكمان رحلوا عنا بجسدهم، إلا إن روحهم لا تزال حية معنا من خلال رصدهم الفني الكبير اللي أمتعونا وأمتعوا جمهورهم بيه. النهارده هنتكلم عن الفنان الجميل إبراهيم الشامي، وهنتكلم عن حاجات كتير جدا عنه وعن مقتل ابنه، وكمان هنتكلم عن وفاته ووصيته الغريبة جدا اللي أوصى بيها أولاده لكن للأسف مرضوش ينفذوها، وهنقول ايه هي الوصية، وكمان هنعرف تفاصيل كتير جدا عن حياته الفنية وكمان حياته الشخصية. والفنان إبراهيم الشامي من مواليد 3 يونيو عام 1921 في مركز سمنود بالغربية. الأب تاجر وكان شقيقه أكبر منه ب 16 سنة، وعلشان كده كان مدلل جدا من والده ووالدته، والتحق بكتاب القرية وعشان يحفظ القرآن الكريم، وبدأ حبه للفن منذ أن كان في المدرسة الابتدائي، وكان بيتم اختياره ضمن فريق المسرح المدرسة، وقام بتقديم عدد من الأدوار الهامة والمعقدة مثل مسرحية مجنون ليلى اللي قدمها على مسرح المدرسة وكان لا يزال صغير جدا، وكان حافظ مجموعة كبيرة جدا من الشعر العربي لدرجة انه كان بيقدم الدور بافضل اداء. والفنان ابراهيم الشامي انتقل بعد ذلك الى دمياط لاستكمال دراسته بسبب عدم وجود مدارس ثانوية في محافظة الغربية في الوقت ده، ومن ثم تزوج من ابنة عمه التي كانت تجمع بينها وبينه قصة حب كبيرة جدا، ثم أنجب منها 8 أطفال. وعندما سئل الفنان إبراهيم الشامي عن الأسباب وراء إنجاب 8 أطفال، كان يقول بأنها هذا هو عدد حاملي العرش. أما عن القصة الغريبة وهي وفاة نجل الفنان إبراهيم الشامي بعد زفافه مباشرة وكمان رميا بالرصاص، احتفل الفنان إبراهيم الشامي بزفاف نجله 1985، وقرر السفر بعد ذلك لقضاء شهر العسل في اليونان. وعند عودته بالطائرة مع زوجته تم اختطاف الطائرة بعد 24 ساعة. تم اقتحام الطائرة بمعرفة قوات الصاعقة المصرية، ولكن شعر محمود نجل الفنان إبراهيم الشامي بالخوف وقرر القفز هو ومجموعة من الركاب، ولكن تم استهدافه بالرصاص في صدره لاعتقادهم بأنه أحد الإرهابيين خاطفي الطائرة. ثم نشرت صورة بعد قتله في جريدة مصرية وكتبت ان ده احد الارهابيين ملقي على مدرج المطار، هذا جزاء الارهاب. وكان الغريب في الامر انه في نفس الوقت كان الفنان ابراهيم الشامي بيقوم بتصوير مسلسل غوايش اللي كان بيقوم بدور رجل تم قتل ابنه في يوم زفافه، ويحاول الاب طول احداث المسلسل البحث عن الجناة الحقيقيين، مما جعل الكثير من الجمهور يعتقد أن إبراهيم الشامي أراد تجسيد قصة مقتل ابنه من خلال أحداث المسلسل، ولكن لم يكن هذا صحيح. فالمسلسل مسلسل غوايش تم كتابته وتصوير جزء كبير منه قبل مقتل ابن الفنان الراحل إبراهيم الشامي، ورفض إبراهيم الشامي في الوقت ده العادات الخاصة بالخميس والأربعين لأنها عادات غير إسلامية، بل قام بالسفر لأداء العمرة هو وأسرته كاملة على نفقته الشخصية. وقد ظهرت زوجته ترتدي الملابس البيضاء أثناء السفر لأداء المناسك، ورفضت بعدها حضور أي مناسبات أو أفراح حتى وفاتها المنية. وكان الفنان إبراهيم الشامي محبا جدا لجمال عبد الناصر في بداياته، لدرجة أنه سمى ابنه الصغير الذي ولد سنة 1956 ناصر،
ثم تم غضب عليه بعد هزيمة 1967، وطلب منه من ابنه انه يختار اسم تاني حتى ينادي بيه، ولم ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين كما تردد البعض، ولكن شارك في عدد من المسرحيات على مسرحهم من تأليف صديقه عبد الرحمن البنا، وكانت تحمل الكثير من المبادئ والقيم بما يتفق مع روايته لهدف الفن. وكان يشارك التمثيل في هذه المسرحيات سراج منير، محمود المليجي، وعبد المنعم مدبولي، وعبد البديع العربي، ومحمد السبع، وفاطمة رشدي، وعزيزة أمير. ومن أبرز تلك المسرحيات كانت صلاح الدين بطل حطين. والتحق الشامي بالجيش حيث اشترك في حرب فلسطين سنة 1948 تحت لواء الجيش المصري وليس تحت لواء كتائب الإخوان كما يدعون. وأسس المسرح العسكري وقدم مسرحية اسمتي التي سبق وقدمها الفنان نجيب الريحاني، وكذلك مسرحية حسن ومرقص وكهين، وكان بيقدم دور الريحاني، وكانت البطلة النسائية أمامه ميمي شكيب، وهو ما فعله فؤاد المهندس بعدها مع شويكار، كما قدم مسرحيتي عروسة رشيد وكمان كرباج أفندينا، إلا أنه رفض بعد وفاة الريحاني أن يقوم بأداء أي أدوار على مسرح الريحاني. وكمان أشرف الفنان إبراهيم الشامي على حملة قطار الرحمة اعتبارا من ديسمبر 1952، وكان هذا القطار بيطوف المحافظات ليؤيد ثورة يوليو، وشارك في تلك الحملة معظم فنانين مصر، أبرزهم كان يوسف وهبي وأنور وجدي ومحمود المليجي وعلوية جميل وميمي شكيب ونعيمة عاكف وسراج منير والموسيقار عبد الفتاح منسي والمصور حسين بكر. تم ندب الشامي للعمل ممثل بالمسرح القومي وهو ضابط بالقوات المسلحة، ووجد أنهم يطلقون عليه في الجيش لقب الشامي الممثل، ويطلقون عليه زملائه الممثلين الشامي الضابط، فقرر أن يوحد هويته ويترك الجيش ليصبح الشامي الممثل فقط. والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية شعبة التمثيل وحصل على بكالوريوس، وكان من أوائل دفعته، كما حصل على شهادة تميز في فن التنكر، وشارك في مسرحيات كتير جدا كان أبرزها سليمان الحلبي والنار والزيتون وحلاق بغداد والسلطان الحائر والعديد من المسرحيات. وقدم قصة حياة رفاعة الطهطاوي حيث كان يقوم بدور رفاعة من عمر 16 سنة حتى وفاته يبلغ عمره 72 عام. ايضا قدم البلياتشو مولد وصاحبه غايب وعبود عبد وعبود ومع امين الهنيدي في الموسم الصيفي بالاسكندرية، وقد رفض الشامي تسجيلها للتلفزيون فقام بدوره اثناء تسجيل الفنان محمد الضفراوي. اما عن صديقه المقرب فكان آخر مسرحياته دماء على ستار الكعبة، وهي المسرحية الوحيدة التي حضرها بالمسرح صديقه وجاره فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، والذي كان لا يصفق مع الجمهور أثناء العرض بل كان يرفع يده ويهلل. أما عن مسرحية السلطان الحائر فكان يقوم بدور قاضي القضاء الفنان فاخر فاخر، إلا أنه مرض أثناء عرض المسرحية، فقام إبراهيم الشامي بالدور ففجأة دون أن يكمل حفظ الدور، ولجأ إلى حيلة ذكية تتيح له فرصة تلقي من الملقن نص الكلام، فقام بعمل مكياج رجل طاعن في السن ليتسنى له الكلام ببطء، وبالطريقة دي
قدر انه يحفظ الدور وعدى اليوم وتم حفظ دوره، الا ان عند تسجيله في التلفزيون تحامل فخري فخري على نفسه وطلب من الشامي ان يقوم بتمثيل دوره يوم تسجيل التلفزيون ليكون تخليدا لعمله، وبالفعل قام بذلك. وشارك الفنان إبراهيم الشامي في الكثير من الأعمال التلفزيونية، ومنها مسلسل غوايش وعلي الزئبق والشهد والدموع والأيام والكنز والأفلام التلفزيونية عندما يأتي المساء. أما عن وفاة الفنان إبراهيم الشامي فتوفى في 5 سبتمبر عام 1990 بمستشفى كوبري القبة العسكرية التي قام بها لمدة 3 أيام بعد مرضه القصير، فقد كان مستعد للموت إذا امتنع عن قبول أي أعمال جديدة حتى لا تؤدي وفاته لتعطيل العمل، كما قام بتسوية حساباته مع الضرائب حتى لا يترك لأولاده أي أزمات معهم. أيضا امتنع عن التدخين رغم أنه كان مدخن شرها، ثم أوصى ابنه إبراهيم بأنه يهتم بإخواته وأن يود أصدقائه بعد وفاته. والمفارقة إن الفنان اتوفى وكان في نفس يوم زفاف حفيده خالد الغطاس الذي كان قد قرر عدم إقامة حفل زفاف والاكتفاء بالسفر لقضاء شهر العسل، إلا إن إبراهيم الشامي قبل مرضه رفض ذلك وأصر على عمل حفل زفاف لحفيده وقام بدفع تكاليفه، وقال علشان تفتكرون وخلال الحفل وعند دخول الابن قاعة الزفاف أخبروه بوفاة والده فتوج له على الفور تاركا الزفاف مستمر حتى نهايته. وخرجت الجنازة من خشبة المسرح القومي، ثم تم الصلاة على الجثمان بمسجد الحسين وتم دفنه بجوار ابنه محمود بمدافن الأسرة بمدينة نصر. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، ونرجو من حضراتكم ما تنسوش دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة، نفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة، وكمان ما تنسوش تقولولي مين الفنان او الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرتهم الفنية وحياتهم الشخصية. الحلقة اللي جاية اكتبولي في الكومنتات.